راشد من مقارح المركز الخامس. المركز الخامس بالشهلي سالم بن زيد بن راشد آل بحيح المري. إذن هذه النتيجة، وفي هذه اللحظة أهني مالك سلهودة الشهواني من فاز بهذا الشوط، تهانينا والناموس. إلى الشوط القادم، وزميلي حمد بن محمد الزعبي يتواصل بصوته الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المتابعون في كل مكان. انطلاقة شوطنا السادس عشر ضمن انطلاقات وتحديات هذه الفترة الصباحية. نتواصل مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل بعد تذكيرنا بهذا الشوط، هو الشوط السادس عشر المخصص لفئة القعدان. نذكر بأن الشوط الأول الرئيسي ذهب من نصيب الشامخة، من شمخت بأدائها وعرضها المميز المملوكة لسعيد بن راشد الزعبي، من قطعت المسافة في زمن وغدر 4:38 ثلاث أجزاء من الثانية، بينما أتى الحصيني في ثاني الأشواط وهو أول أشواط الحقائق القعدان لسالم بن قنزول بن مسلم العامري بأفضل توقيت 4:37 هذا هو توقيته بالوفاء والتمام. نتابع مشاهدينا ومتابعينا الافاضل مقدمه هذا الشوط والصداره والقياده، من تحتل المركز الاول وتسيطر على مقدمه هذا الشوط، ومن يحتل المركز الاول ويسيطر على المقدمه في هذه اللحظات. يحتل المركز الاول شعار بن مانعه، شعار الشاعر، نعم هذا هو عزام فرج بن سالم بن محمد بن مانعه المري من يتواجد على المركز الاول. هذا هو عزام مع الشاعر محمد بن مانعه المري من يتابعه في انطلاقته وفي تحركاته وفي ادائه. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. بينما نعود واياكم وننتقل الى المركز الثاني اللي غير الى المركز الاول في هذه اللحظات. يحتل المركز الأول الجذاب حمد بن طالب بن حمد الفهيدة المري، ولكن عاد مرة أخرى عزام فرج بن سالم بن محمد بن مانعة المري. وعلى المركز الثالث اللي يحتل المركز الثالث، شوفوا 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 الدخول، شوفوا الدخول الملحوظ في هذه اللحظات. هذا هو معزز 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 للشرقي بن حمودة بالزفنة الحرسوسي من يتواجد مع المركز الأول، غير من المركز الثالث إلى المركز الأول. ناخذ المركز الرابع اللي غير واحتل المركز الثالث في هذه اللحظات، هذا هو مشاهدينا الافاضل من يغير، مبدع جابر بن علي بن جابر بن جرحب المري. وعلى المركز الخامس شوفوا شعار الشهواني، يصل شعار الشهواني مع مياس مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني مع المركز الخامس. هذا هو ندانا ندانا مشاهدينا ومتابعينا الافاضل مع المراكز الخمسه الاولى المتقدمه. نعود الى الصدارة، نعود وإياكم إلى شعار الشريقي، الشريقي الشريقي مع معزز 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 مع الصدارة ومع المقدمة. يبدو لي هذا شعار بنديلة مشاهدينا الكرام اللي يحتل المركز الأول، ولكن حنا بنذيعه بحسب ما هو مدون عندنا في الكشف، ولكن نعم هذا هو معزز الشريقي بن حمودة بالزفن الحرسوسي من يحتل المركز الأول، من يسيطر على مقدمة هذا الشوط. يا تحركت القعدان، تحركت القعدان، شوفوا 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 الباز، او هنا 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 مياس 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 وبن مانعه، هنا معزز ومياس، معزز ومياس، مياس ومعزز، يا سلام مياس مياس معزز يصل هنا على المسألة على او على المركز الثاني، ولكن الله مياس، ولكن نعم عزام عزام عزام، ولكن مياس يا سلام، شوف الدخول، شوفوا شوفوا يا سلام، هذا هو مستحيل. فيصل بن محمد بن سعيد الجربوعي المري من غير الأمور المركز الثاني، يصل فيه مياس
لمسفر بن مبارك من مسفر الشهواني، يوم المركز الثالث يصل عزام لفرج بن سالم بن محمد بن مانعة المري اللي كنا نذيعه عزام اللي كنا نذيعه نعم معزز نعم أو نعم هذا هو عزام هو من احتل على المركز الثالث لفرج بن سالم بن محمد بن مانعة المري. أما المركز الرابع يصل على المركز الرابع معزز للشريقي بن حمودة الحرسوسي. أما المركز الخامس يصل على المركز الخامس مشاهدينا الأفاضل راهي المبارك بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. شوفوا الدخول مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، 4:45 خمسة أجزاء من الثانية، هذا هو مستحيل، أتانا في الأمتار الأخيرة واحتل المركز الأول. تهانينا لمالك فيصل بن محمد بن سعيد الجربوعي المري. أما المركز الثالث يصل المركز الثاني يصل فيه شعار الشهواني، 4:45 خمسة أجزاء من الثانية كذلك. تهانينا لمالك مياس مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، والمركز الثالث يصل فيه الشعار بن مانعة يحتل المركز الثالث، 4:46 بالوفاء والتمام. هذا هو توقيت عزام. تهانينا لمالك عزام فرج بن سالم بن محمد بن مانعة المري، التهنئة موصولة كذلك أيضا.